تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مبروك عليكم الرحمة بداية، الله يجعلها أمطار خير ورحمة للجميع إن شاء الله. وصراحة الأجواء من البارحة كانت جدا جميلة، هطول الأمطار الجو قائم، تغير حتى في درجات الحرارة، وتحس سبحان الله يعني مأثر على نفسية الجميع، والناس حابة تطلع وشوف الجو. الحمد لله جاي على إجازة نهاية الأسبوع. طبعا مستمعينا فقراتنا بتتنوع لكم مثل ما عودناكم. لما نوصل فقرتنا التوعوية بنتكلم عن دراستنا اليوم، ودراستنا تقول هل تكشف العيون أمراض القلب مبكرا؟ يعتمد الأطباء على عدة عناصر لرصد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، منها العمر وتاريخ التدخين وضغط الدم. واقترحت نتائج أبحاث جديدة اعتبار التغير اللي يصيب الأوعية الدموية في خلفية العين اللي هي تكون ورق شبكي على طول أحد المؤشرات الرئيسية على تزايد الخطر على القلب والشرايين، لأن أداة تنبؤ أكثر دقة، ويمكن رصد هالتغيير في مرحلة مبكرة من الطفولة بين 6 و8 سنين. وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة بازل بسويسرا، يمكن رصد التغير في الأوعية الدموية للشبكية نتيجة ضغط الدم داخل العين في وقت مبكر بين عمر 6 و8 سنوات. وقد لاحظ الباحثون أن هذه الأوعية الدموية الدقيقة في العين تتصل مباشرة بشريان القلب، وتعكس التغييرات التي تصيبها مخاطر مبكرة قد تصيب القلب وشرايينه في مرحلة لاحقة من العمر. ووفقا للأبحاث اللي نشرتها دورية هايبرتنشن، حتى إذا كان الطفل في حالة صحية جيدة يمكن كشف التغيرات اللي تصيب الأوعية الدموية المتصلة بشبكية العين كمؤشر مبكر لأمراض القلب في المستقبل واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. طبعا الشرايين اللي تكون في داخل العين معظم الأحيان، يعني أي مريض يكون مريض سكر أو مريض ضغط أو حتى الأشخاص اللي يعانون من صداع متكرر، يعني في أشياء معينة نحتاج أن نفحص العين أساس نتأكد كذلك من الشرايين الموجودة إذا متأثرة أو غير متأثرة، لأن سبحان الله تعكس كذلك، يعني تعكس كمؤشر إذا الشرايين الأخرى اللي في الجسم بعد تأثرت، وهي هالشرايين الوحيدة يمكن اللي نقدر نشوفها حتى بالعين الموجودة مجرد خلال نظرنا دايركتلي العين من داخل. وهذه يكون الكشف عليها، نشوف الشرايين اللي تكون موجودة في شبكية العين وتعكس هذا الشيء. مستمعينا هذه كانت دراستنا، ننتقل لفقرتنا التوعوية وبنتكلم عن قاعدة 5210 أو 5210، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة شيماء قايد. صبحت الله بالخير أستاذة شيماء.
وبالنور والسعادة على هالأجواء الحلوة صراحة. الأجواء جدا جميلة. جميلة جدا والحمد لله على الخير والبركة. الحمد لله. الله يحفظك الخير. الحمد لله. مبروك عليك الرحمة على الجميع يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. شو أخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك. طبعا موضوعنا شيق وصراحة يشد الانتباه أكثر وأكثر. العنوان شوي يشد الانتباه. صحيح. صح وايد. وما شاء الله أنتوا دائما يعني تعطونا مواضيع جدا يعني تجذب الواحد والواحد عنده تساؤلات كثيرة فيها. فيعني نشكركم كذلك على هذه المواضيع. يعطيكم العافية. لا شكر على الواجب. بالعكس نحن هدفنا نحن نثقف المجتمع ونوعيه في مجال التغذية في مجال الصحة وإن شاء الله نحن نكون محققين هذا الهدف إن شاء الله. فحابين نتعرف على هالقاعدة. قاعدة 5-2-1-0. موضوع بسيط وسهل والكل مفروض يحفظ هذا الرقم 5-2-1-0. القاعدة هذه تقول أن كل رقم له معنى وله مغزى. أوكي الخمسة نبدأ برقم 5 اللي هو نعم. أول رقم بالقاعدة نعم. 5 إن هي القاعدة المفروض تطبق أكثر شيء على الأبناء والأطفال أوكي عشان نحميهم ونحافظ عليهم من حيث الصحة ونتجنب أنهم يعانون من زيادة الوزن أو من السمنة أو حتى من مما يتراكم عليه بعدين أمراض أو أي أو كسل أو خمول من هالقبيل. نعم. القاعدة شو تقول؟ 5 هي أن نحن نحرص أطفالهم يتناولون 5 أنواع من الفواكه والخضروات في اليوم. أوكي؟ فنجرب معهم كل أنواع الخضار والفاكهة في عوائل أو أمهات أو آباء يتشكون عيانه ما يحبون خضرة ما يحبون الفاكهة. صحيح. نحاول نحن نحببهم فيه بطريقتهم هم الأطفال هم شو يحبون. يحبون مثلا في أطفال يحبون يشربون الحليب نسويهم مع الحليب فاكهة فراولة مثلا مع الحليب الموز مع حليب. يحبون يأكلون مثلا شوكولت نضيف مع فراولة الشوكولت مثلا نضيف له مع أناناس. يحبون مثلا يأكلون نوع معين من الخضار أوكي نخليهم يأكلون هالنوع اللي يحبونه بالتدريج نضيف أنواع ثانية بطريقة أخرى. يحبون الشوربة مثلا في أطفال يحبون شوربة صح. نضيف نسويه بشوربة خضار مثل شوربة كوكلي شوربة ذرة شوربة مثلا سبانخ. يحبون الروب في أطفال يحبون الروب أو الزبادي ممكن نضيف الفاكهة بالروب أو نضيف الخضار بالروب. صحيح. فنضيفها بطريقة اللي هم يحبونها الأطفال أكلة اللي يحبونها نحاول نضيف لها الفاكهة أو الخضار. تقريبا نحرص أنهم يأخذون 5 أنواع من الفاكهة والخضار خلال اليوم. وهذه قاعدة مو فقط للأطفال حتى للآباء أنهم يكونون هم قدوة للأطفال أنهم يتناولون الفاكهة والخضار مع أطفالهم عشان أطفال يحبون يتناولون الخضار والفاكهة. صحيح. ننتقل للرقم 2. رقم 2 هي عبارة عن أن نحن نخصص تقريبا 2 ساعة فقط خلال اليوم لمشاهدة التلفزيون أو أن يجلسون على الأجهزة اللوحية مثل الآيباد أو السوني الألعاب الإلكترونية هذه أنها ما تتجاوز 2 ساعة خلال اليوم. تمام. فها ليش ما تتجاوز أكثر من 2 ساعة؟ لأن إذا هم يستوى أكثر من 2 ساعة فهم عرضة للكسل عرضة لزيادة الوزن. صحيح. فنحن نخفف عدد مشاهدتهم للتلفزيون واللوحات الإلكترونية هذه والألعاب الإلكترونية نخصص لهم فقط 2 ساعة باليوم. رقم 1 بالمقابل إذا هم يستون 2 ساعة نخصصنا لهم 2 ساعة للجلوس أمام الإلكترونيات هذه. نعم. نخصص لهم 1 ساعة في اليوم للعب. ما نقولكم رياضة تحبوهم معاكم للأندية الجيم مثلا أو تحبوهم معاكم للممشى يمشون لا للعب. أوكي أنت رايح تمشي خذها معاك خليه يلعب سيكل يلعب في الحديقة يلعب في هو الأطفال يميلون للعب أكثر من أنها تكون في رياضة شدة فيها وقوة. صحيح. فيها أو التزام كذلك فيها أو الالتزام. نعم. فيها فهي ساعة نشجع فيهم على الحركة واللعب. فهذا رقم 1. رقم 0 شو هو الصفر؟ الصفر هو أن نبتعد عن المشروبات العالية بالسكر بقدر الإمكان ما نمنعهم عن المشروبات العالية بالسكر. يعني مثل مشروب
مشروبات الفاكهة اللي لما ينتبهون لما يشترون عصائر للأطفال ما يشترون عصائر اللي مكتوب فيها مشروب فاكهة أو مكتوب فيها نكتار، لأن هذه يكون نسبة السكر فيها عالية جدا ونسبة العصير الفاكهة فيها نسبة بسيطة. نعم. فيميلون للعصائر الطبيعية الطازجة تنعمل بالبيت مثلا، أو يستبدلونها. طبعا الماء وايد مهم، يحرصون أنهم يشربونهم ماء، يذكرونهم بالماء أن تقريبا 6-8 أكواب خلال اليوم يأخذونها، وأيضا يحرصونهم يأخذون كوبين خلال اليوم من الحليب أو من منتجات الحليب كحليب كلبن أو كروب، عشان يعطيهم كفايتهم من الكالسيوم لتقوية عظامهم. فالقاعدة هي 5-2-1-0. هذه القاعدة أتمنى تتطبق مع عيالنا في مجتمعنا، عشان نحرص أن يكون مستقبلهم مستقبل صحي وسعيد. الجميل فيها تعرفين ربطوها مربوطة بأرقام، الواحد يقدر يتذكرها وتجذبه. يعني 5 فواكه أو 5 خضروات، 2 ساعتين بس لمتابعة التلفاز أو اللوائح الإلكترونية، ساعة لعب أو ممارسة رياضة، 0 أو 0 اللي هو نقلل قد ما نقدر من المشروبات اللي تحتوي على كميات كبيرة من السكر. نعم. وجدا جميل، يعني الواحد يقدر يمارسه مو بشرط للصغار، حتى للكبار. حتى للكبار صحيح، لأن الكبار هم قدوة للصغار. صحيح. أستاذة شيماء، كلمة أخيرة خلال البرنامج توجهينها لمستمعينا. نشكر مستمعينا ونتمنى لهم صحة وعافية، وويكند سعيد للجميع. إن شاء الله للجميع إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. أستاذة شيماء قايد، أخصائية تغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. شكرا لك. مستمعينا، هاي كانت فقرتنا التوعوية. طالعين فاصل إن شاء الله، وراجعين نتكلم عن دردشة السوشيال ميديا إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. يانا سؤال صباح الخير، سؤال: في مياه بطعم النعناع والليمون وفي ماء فيتامين دال، هل فيهم فايدة أم لا؟ وإذا لا، هل فيهم أي ضرر من بوخليفة المري؟ طبعا المياه تكون مرات بطعم نعناع وليمون، بس تغير كنكهة في الماي نفسه. وفي أشياء تكون مضافة للماي، مثل مرات يضيفوا لك معدن معين، مثل فيتامينات معينة تكون فيها. فيعني الماي بروح أصلا يحتاجه الجسم، المنكهات الثانية كإضافة فقط للماي يقدر الواحد يستغني عنها، بدل ما يأخذ الماي اللي يكون مكون من مياه نعناع وليمون أن يحط فيه شرايح من ليمون، يعني بيزيد القيمة الغذائية، يعني الأشياء المضافة للماي، وفي نفس الوقت بيشرب الماي وبيحس طعمه حتى متغير. في ناس ما تتقبل شوي طعم الماي، وكذلك بالنعناع. بالنسبة الفيتامين دال المضاف للماي، بالنسبة إذا الشخص كان عنده نقص كبير في فيتامين دال، بس إذا الشخص ياخذ كفايته، يتعرض للشمس كفاية في اليوم، وكذلك تغذيته كانت صحيحة، فيفضل يشرب الماء اللي يكون يعني الماء اللي متعودين عليه، يعني اللي يكون الصافي، الماء الطبيعي الصافي اللي نستخدمه في اليوم. عندنا فقرة دردشة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. طبعا الحين ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور وسود دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. مبروك عليكم الرحمة. صراحة دكتورة الجو بنفر. بعدك عليك هاي كلمتي. هو صح، من الإنسان ممكن يستمتع سواء كان مع نفسه أو مع الآخرين، لأن سعادة الإنسان تطلع من داخله. صحيح. يعني واحد ممكن يستمتع إذا كان بروحه، بس يعني جملة إن لازم أكون مع مجموعة كبيرة أو ما بستانس، هاي يعني إذا أنت من داخلك ما كنت سعيد، لو وين ما حطوك، لو حطوك في نص عرس ما بستانس. صحيح. لو إذا أنت كنت يعني من داخلك يعني مورد وسعيد ومستانس، لو وين ما كنت، لو مكان حلو بتستانس. صحيح. لأن العين بتشوف الأشياء الحلوة. صحيح. تطيح على الأشياء الحلوة، بتشوف على الشيء الجانب الإيجابي، بس لما أنت ما تشوف الأشياء منظور إيجابي، لو شو ما عطوك ما بتكون سعيد. صحيح. بتدور الغلط في أي شيء. صحيح. فعشان كذي نصر على أن الجو بنفر.
الحين باخذ هالكلمه منك. زين، حابين نتعرف على سوشيال ميديا واغلب ما يدور فيها لليوم. من ضمن الاشياء الرئيسيه ان انت كان يوم العالمي للطفل. من ضمن يوم العالمي للطفل نحن قاعدين نحط بعض النصائح او الجمل اللي تعزز موضوع ان حقوق الطفل الاساسيه، الرعايه، التعليم وغيره. ايضا نحن اليوم موجودين في اتحاد مول مع بتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومستشفى الجليلة، مسوين فعالية تفاعلية في اتحاد مول، وننصح الكل إنه يروح اتحاد مول. موجودين نحن من الساعة 12 الظهر لين الساعة 7 المساء، فحلو إن الواحد يصير ويتعرف على الأشياء هاي. دائما سايرين الجمعية ولا تهارين تفطون عبي مروا شوي علينا. ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت صارت، نحن هيئه الصحه مشاركه بعيادتين تامن منطقه فعاليات معرض دبي الدولي للطيران بعيادتين، وهالمعرض يستقبل يعني 160 دوله وفي اكثر من 1300 شركه تعرض ابتكاراتها في تقنيات المتعلقه بالطيران. نعم. ايضا نحن يعني مع بنات المدينه مسوين في بنات المدينه للشباب، وشو يسوي هذا يعني نعزز فيها الأطفال ونشركهم لأنهم شباب المستقبل. صحيح. نشركهم في تحسين خدماتنا، لأن الخدمات دائما خدمات مو بس يعني خلاص إن نكلم الكبار واللي يشتغلون، أحيانا تجيك الأفكار من أشخاص أنت ما تتوقعين، وأكثر الأشخاص اللي في منهم أفكار إبداعية هم فئة الشباب والأطفال. صحيح، يعني سبحان الله خيالهم واسع وما عندهم شيء يعني يكسر أو يوقف هالخيال. دكتور، لأن نحن ننولد ما ننولد مع قيود. صح، سبحان الله. فدائما نحن عندنا المساحة مفتوحة، لكن الإنسان لما يكبر يبدأ المفردات المجتمع أو اعتقادات الناس اللي حوله تغير طريقة فكرة، بس أساس يعني أساسنا نحن مولدين على الفطرة، والفطرة هي الإبداع. صحيح. ونختمها، دامنا اليوم خميس الجو حلو، نقول اجعل من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وابدع قص وانت مرتاح البال. حاول تخلص كل الاشياء اللي عندك واستمتع بكل دقيقه في الويكند دام الجو حلو، ولا تفكر في الدوام وبس، لكن ما تطلع من دوامك الا انت مخلص، عشان اذا في اشياء بندنج الانسان مع نفسه يتم دائما ياكل بعمره. صحيح، يفكر فيها ويحس ما بي يوم الاحد، لكن انت خلصت كل شيء وبتبدا يوم الاحد وانت بنشاط خلاص، يعني مستعد تاخذ اي شيء جديد. صحيح. ودمت بصحة وسعادة دكتورة. ودمت بصحة وسعادة اسماء الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا لمواضيع السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. طبعا مستمعينا لاحظتوا تركيزنا اليوم كان حتى في السوشيال ميديا يهتم بخصوص الأطفال، وقلنا أن مشاركتهم كذلك في بنات المدينة للشباب، وطبعا هم شباب المستقبل، الاهتمام فيهم طبعا له دور كبير في تنشئة شباب صحي كامل خلال الفترات والمستقبل اللي جاينا. وطبعا مثل ما ذكرنا وياكم ويا أسماء أن سبحان الله الأطفال خيالهم واسع وقدراتهم حتى كبيرة، يعني يمكن حتى مرات نستصغر هالقدرة، بس قدراتهم صدق كبيرة وخيالهم كذلك واسع وأفكارهم جدا عميقة وكبيرة. نرجع الموضوع حلقتنا وبيطرق كذلك للأطفال، وبنتكلم عن خدمات قسم أعصاب الأطفال في مستشفى لطيفة. يعد قسم أعصاب الأطفال بمستشفى لطيفة أحد الأقسام التخصصية اللي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية المطبقة عالميا، وبنتحدث عن هذا الموضوع ويانا الدكتورة سمر أحمد المنتصر اختصاصية أعصاب الأطفال بمستشفى لطيفة. صبحك الله بالخير دكتورة سمر. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا، صبحت الله بالخير دكتورة سمر. طبعا الأطفال يعني دورهم، ما أقولك دور كبير كذلك، وهم شباب المستقبل، فحتى الاهتمام بصحتهم له دور كبير في تنشئة هذه الأطفال. فحابين نتعرف عن فكرة عامة عن قسم أعصاب الأطفال والخدمات اللي يقدمها للمرضى في مستشفى لطيفة. نعم، في البداية احنا عندنا 6 دكاترة أطفال أعصاب في وحدة الأعصاب هنا في مستشفى لطيفة. نعم. 2 استشاريين. نعم. و4 أخصائيين أعصاب أطفال. نعم.
تمام. الخدمات اللي نوفرها عندنا عيادة أعصاب كل يوم ما عدا يوم الثلاثاء، يعني 4 مرات في الأسبوع عندنا عيادة أعصاب. نعم. وعندنا طبيب مناوب يداوم 24 ساعة يستقبل الحالات على مدار اليوم سواء من إمارة دبي أو من الإمارات الشمالية. نعم. عندنا قسم العناية المركزة للحالات الطارئة. نعم. وطبعا لو احتاجوا دخول للمستشفى طبعا الدكاترة تشوفهم في الطوارئ في حال الجو في حالة طارئة. صحيح. لو احتاجوا الدخول عندنا قسمين، قسم 3 وقسم 4 في مستشفى لطيفة نستقبل فيهم الحالات. نعم. دكتورة أي فئة عمرية أنتم تستقبلونها في القسم عندكم؟ عندنا من فئة المواليد إلى عمر 13 سنة. من مواليد ل 13 سنة. دكتورة طبعا أنتم تشوفون حالات مرضية كثيرة طبعا تخص الأعصاب وخاصة الأعصاب اللي متخصص بالأطفال، فحابينك تحدثينا أكثر عن شو أبرز هالحالات اللي يشوفونها في القسم عندكم أو اللي يتعامل كذلك مع هالقسم. طبعا بشكل عام اضطرابات الجهاز العصبي عند الأطفال. نعم. إيش تشمل هاي الكاتيجوري أو الكلاسيفيكيشن؟ عندها أبرز الحالات الصرع. نعم. لازم أغلب الحالات اللي توصلنا هنا في العيادة أو سواء تيجي لنا على الطوارئ حالات صرع. ثانيا الشلل الدماغي، الحالات اللي مثلا يجي لهم جلطات دماغية في عمر مبكر. نعم. ويصير عندهم شلل دماغي وتطلب عضلات والكلام كله اللي يحتاج متابعة وحالات مزمنة نسميها. نعم. رقم 2 الشلل الدماغي زي ما قلنا. نعم. والصداع والشقيقة، نوبات الإغماء، اضطرابات العضلات والأعصاب، زي ما قلت الجلطات، نعالج الجلطات طبعا. تقريبا هذا أغلب الحالات اللي نشوفها. دكتورة طبعا الواحد يستغرب أن الجلطات وفي سن الطفولة أو الأطفال. نعم. فيعني تعطينا نبذة باختصار بخصوص الجلطات بالنسبة للأطفال. الجلطات بالنسبة للأطفال طبعا هم نوع جلطاتهم تختلف عن جلطات الكبار. نعم. وأسبابها طبعا تقريبا بنسبة 35-40% غير معروف. نعم. تجيهم جلطات لكن الأغلبية تكون في العمر المبكر اللي هو بعد فترة الحمل ما بعد الحمل، يعني فترة الولادة يجولنا الأطفال بتشنجات مو معروف سبب التشنجات، لما نعمل لهم أشعات وفحوصات زيادة نلاقي أنه عندهم جلطات في الدماغ. نعم. فالأسباب أيضا تكون بسبب الولادة نفسها. نعم. أحيانا يعني يكون في عيب خلقي في الشرايين أو في الأوعية الدموية اللي في المخ، أحيانا يكون نقص أكسجين، أحيانا في أسباب كثيرة، أحيانا يكون سبب الجلطات التهاب في الدماغ، في وايد أسباب. الأسباب كثيرة ونوع التجلطات نفسها غير عن نوع التجلطات التي تجي للكبار، فالعلاج يختلف عن علاج الكبار بشكل كبير. دكتورة طبعا القسم يعني جدا حيوي، احنا عارفين عندكم خاصة قسم الأعصاب، فحابينك تعرفينا أكثر عن عدد المراجعين الشهري للقسم. للقسم إذا تكلمنا عن العيادات الخارجية. نعم. احنا نستقبل تقريبا 20 حالة في اليوم، إذا قلنا 20 حالة في اليوم بتكون 100 حالة في الأسبوع، 400 حالة في الشهر. نعم ما شاء الله. هذيلا غير هذيلا اللي مسجلين في السيستم. نعم. غير يعني اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في الـ غير المرضى اللي يجون وقت إن اللي يجوا بدون مواعيد. نشوفهم بدون مواعيد. نعم. فالأفرج اللي نشوفه في العيادات الخارجية 400 مريض في الشهر. نعم. غير طبعا اللي ينشافه في الطوارئ، غير اللي يقول لك اتصالات وكونسلتيشن استشارات عبر التليفون، يعني هي فعلا احنا نعتبر على طول اليوم 24/24. يا نعم مشغولين طول اليوم. دكتورة حابين تعطين كلمة أخيرا مستمعينا خلال البرنامج. نعم. أبغي بس أوصل معلومة أن احنا في مستشفى لطيفة نعم نشوف الحالات ونشخصها ونعطيها العلاج، لكن أيضا عندنا يعني خدمات تخصصية متميزة. عندنا مختبر نسوي فيه رسم المخ الدماغي. نعم. رسم المخ قد يكون لمدة 20 دقيقة وممكن نركب لهم الجهاز ويروحوا فيه في البيت 24 ساعة ونرجع نشوفه في البيت. ممتاز. نقدم خدمة ننظم زيارات دورية للأطباء الأخصائيين الأعصاب من الانترناشنال، يعني مثلا يجونا من أمريكا. نعم. على سبيل المثال عندك دكتورة كيم هيك يونغ بتيجي تشوف حالات الشلل الدماغي مرة أو مرتين في السنة وتعالج تصلب العضلات عن طريق البوتوكس. نعم. والأدوية طبعا. وعندنا كمان في المختبر نسوي مخطط كهربائية العضلات، دراسة توصيل العصب ودراسة توصيل كهربائية العين.
ممتاز. كل هذه الخدمات نوفرها. غير عن كذا عندنا تحت سقف واحد عندنا الجينات، نعم، دكاترة الجينات، عندنا مركز التأهيل، نعم، عندنا مركز متخصص، عندنا الدايتيشن دكتور تغذية، وسايكولوجيست في قلب المستشفى. فهذيلا كلهم يعتبروا من الناس اللي تتعاون معاهم عيادة الأعصاب. ممتاز. عشان نوصل للخدمات زي ما تقولي فيرست كلاس نعطيها للمريض. ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سمر أحمد المنتصر، اختصاصية أعصاب الأطفال بمستشفى لطيفة. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص خدمات قسم أعصاب الأطفال في مستشفى لطيفة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 400-600. حياكم الله. بنرجع نفس موضوعنا السابق، بنتحدث أكثر عن الأطفال وبالتحديد خدمات وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. وتعد عيادة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي من الوحدات المهمة اللي تلعب دور كبير في تعزيز صحة الطفل ونشر الوعي والتثقيف الصحي لدى الأمهات بالطرق الصحيحة لرعاية وحماية الأطفال من الأمراض المحتملة. وبنتحدث أكثر عن هذه العيادة، ويسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف دكتورة فاطمة العلمة، استشارية ومديرة عيادة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة فاطمة. صبحت الله بالنور والسعادة، حياك الله. هلا. الله يخليك ومبروك عليك الرحمة. الله يبارك في حياتكم علينا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، طبعا وحدة صحة الطفل من الوحدات المهمة اللي موجودة عندنا في قطاع الرعاية الصحية الأولية، ولها دور كبير طبيعة. فدكتورة، حابينك تعرفين أكثر عن خدمات هذه العيادات اللي في صحة الطفل. إن شاء الله. مشكورة، حياة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمات مثل ما تفضلتي، وعندنا خدمات وايد مهمة للأطفال. فإحنا مثلا عقب الولادة على طول نسوي، إذا الطفل مولود في مستشفيات هيئة الصحة في دبي يسوون لهم فحص السمع، فمو مشكلة. بس نعم. الطفل مولود أي مكان غير، أول ما يجون إحنا نسوي لهم فحص السمع، لأن تعرفين فحص السمع عند الأطفال وايد مهم. صحيح. عشان كل ما دركنا أسرع كل ما عالجناهم أكثر، وبالتالي تطور الطفل يكون طبيعي. خدمة ثانية اللي نسوي لهم فحص حديثي الولادة، اللي هو عبارة عن وخزة من كعب القدم، ناخذ شوية قطرات من الدم عند من الطفل. نعم. ونطرشه حق عشان الله ينعم عليه، عشان نتأكد ان الطفل ما عنده أمراض مثل غدة درقية. العلاج بيكون سهل، بس إذا تأخرنا عن العلاج بيكون وايد صعب العلاج، وبيكون عندهم أمراض يعني تطور نمائي عندهم بيكون وايد متأخر. التطور الطفل مثل غدة، أمراض غدة درقية، فقر الدم المنجلي، قصور الغدة الكظرية، وبعد مع ذلك يعني أمراض ثانية لها علاقة بالوراثة والجينية. ممتاز. دكتورة، من أي سن أنتم تعملون هذا التحليل حديثي الولادة؟ من بعد مرور 48 ساعة من الولادة. إذا الطفل مولود مثلا في المستشفى بالسبب عادة يطلعونهم قبل 48 ساعة. نعم. إذا الطفل تم أكثر من 48 ساعة في المستشفى يسوون، بس إذا طلع قبل 48 ساعة يجون عندنا وإحنا بنسوي لهم. لأي فترة يعني من 48 ساعة؟ يعني يومين عمر الطفل، لأي عمر يكون التحليل؟ عادة إحنا أفضل أمر إن يكون أول كم يوم وايد زين، لأن طبعا حسب عشان النتائج تطلع بسرعة. صحيح. وإذا الطفل يحتاج أي تدخل، نعم، على طول إحنا بنعالج الطفل. ولكن إذا ما يو لأي عمر مثلا حتى 3 شهور، إذا يو وما مسوين لهم التحليل بنسوي لهم. أيوة. عشان بعد في أشياء ممكن نكتشف إذا ما كان مكتشف. صحيح. من 48 ساعة تقريبا، من يومين إلى 3 شهور من عمر الطفل. نعم دكتورة. وأفضل عمر إن هو أول أسبوع من الولادة، هاي أفضل وقت. ممتاز، أول أسبوع من الولادة. نعم. دكتورة، كذلك الخدمات الثانية اللي تقدمونها غير عن خدمات فحص السمع وخدمات التحليل الحديثي الولادة؟ بوصفار مثلا، بوصفار أي طفل هي عندنا إحنا نشوف البوصفار. نعم. نشوف الطفل، يعني هالجهاز ولله الحمد متوفر في كل مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية، لأن بوصفار بروحه يعني الناس ما تحسبون إن في مشاكل، مثلا إذا بوصفار نسبة عالية ويترسب في المخ ويؤدي إلى مشاكل عدة للطفل
للطفل صحيح في الولادة. فإحنا أي طفل جي عندنا على طول نشوف نسبة البصفار، وبالتالي نجلس مع الأم ننصحها، وبعدين نعطيهم موعد مثلا إذا وايد عالية شفناه الصبح بعد نشوفهم المساء عشان نتأكد أن الطفل يأكل. وخدمة اللي بعد خدمات اللي نسوي عندنا عيادات الرضاعة، دوم نجلس مع الأم ونتأكد أن الطفل يأخذ رضاعة طبيعية، وإذا أم عندها أي مشكلة كيف نساعدها مثلا نعالجها، وبعدين بدل ما تجلس تبدا حليب صناعي يكون عندها مجال تجلس مع استشاريات الرضاعة اللي عندنا في الهيئة وننصحها برضاعة طبيعية، لأن وايد مهم أفضل رضاعة للطفل وبعدين للأم وايد زين. ممتاز صحيح. أنا تلقى تعرفين النصيحة وكذلك يعني المساعدة، خاصة في إذا كانت أول حمل إلا أول ولادة إلها وأول مرة ترضع. صح، قبل الولادة أم تكون تعبانة تحتاج حد ينصحها، تحتاج حد يساعدها، إحنا نستأنس يعني وياها وناخذ وقت معها، ما تقصرون. الخدمات الأخرى حبيبتي واجبنا، خدمات الأخرى مثل التطعيمات. صحيح، وها من أهم النقاط صراحة التطعيمات. صحيح، عشان نحفظ يعني المجتمع والطفل اللي عندنا. نعم. فعندنا عادة إحنا نطعم الطفل أول تطعيم في المستشفى عند الولادة. نعم. إذا كان طفل جاي الله ينعم عليك موجود أي مكان آخر ما أخذ تطعيم، إحنا بنعطيهم أول ما يجون عندنا. غير شيء إحنا نعطي أول تطعيم نبدأ في من عمر شهرين ورابع وسادس والسنة وسنة ونص وأربع لخمس سنوات، وبعدين في المدرسة يكملون. نعم. والتطعيم متوفر في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية، فإحنا نعطيهم 13 نوع من التطعيم. نعم. طبعا ولله الحمد الحين تطعيمات أحسن من الأول، يعني أول كان زيارات أكثر، فالحين عندنا تطعيم مزمج، يعني مثلا بدل ما إبرة نعطي إبرة واحدة فيها ست أشياء. صحيح، وها وايد سهل يعني سواء على الطفل وسواء كذلك على الأهل. صحيح، إذا ما كل يوم أم مثلاً تستأذن من دوامها أو أبوه فبيكون وايد متوفر يعني، وبعدين آمن حتى ما يسوي حرارة، يعني شيء حلو إن أم ما تخاف يسيب عيالها للتطعيم. صحيح. شيء ثاني، نحن طويلة العمر عندنا فتحنا عيادة فرط أسباب اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. نعم. بعد الله ينعم هالعيادة بعد فتحنا في عيادات صحة الطفل، يعني هو منتشر ووايد يعني عندنا في مثلا في العالم هو من 5 إلى 10 بالإمية عندهم أطفال اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. وفي دولة الإمارات سووا دراسة في جامعة الإمارات اكتشفوا أن 4% فعلا من الأطفال عندهم هالمشكلة. فإحنا عندنا استبيان نعطي للأهل ونتأكد أن ما عندهم هالاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وإذا كان في بنعالجهم بدل ما الطفل يروح مدرسة وما يكون يعني أكاديميا يكون مستواه قليل والأهل يكونوا زعلانين، إحنا ننبههم من أول شيء ونعالج الطفل ونساعدهم يعني. صحيح، خاصة في فترات الطفل الأولى يعني يسير المدرسة ويلقى مشاكل بسبب فرط الحركة أو حتى عدم التركيز، يعني من البداية يفضل يعني الأهل ينتبهون لهالنقطة ويتعالج الطفل. صحيح، عندنا الحين حاليا لو سمحت احنا يعني مثلا سوينا شيء في انا اتمنى كل الاباء والامهات يسوون داونلود للدي اتش اي ابلكيشن موقع الهيئه، وبعدين في شيء اسمه براعم في موقع الهيئه زين. نعم. فهذا عشان نتاكد ان الطفل نموه طبيعي، احنا مثلا في الهيئه نكتشف عن الاعاقات النمائيه عند الاطفال زين. نعم. إذا الطفل عنده أي يعني مثلا إحنا نعطي الموعد للطفل إذا عمره 9 أشهر، عندنا استبيان وايد مهم عشان نتأكد مثلا نشوف إحنا مثلا الآباء والأمهات وايد مهم عندهم إن الطفل ينمو يوم بعد يوم. صحيح. مثلا وزنه قاعد يزيد كل شيء يزيد، إحنا بالنسبة لنا بعد وايد مهم نتأكد إن حركة الطفل نورمال طبيعي. وهذا واحدة من الجهود دكتورة اللي أنتم تقومون بها للكشف عن التأخر النمائي كذلك عند الأطفال. صحيح، مثلا وايد مهم نعرف ان الطفل مثلا متى يجلس وقت الطبيعي، وقف مشى مت، كيف يستخدم اصابعه مثلا، كيف التواصل وايد مهم بالنسبه. صحيح. للاطفال اللغه. صحيح. والكلام، فاحنا دائما يعني ننصح الامهات ما دام سوينا الحمد لله هالخدمه في موقع هيئه الصحه، بس يعني عليهم ان ينزلون هالموقع في موبايلاتهم، واول ما الطفل يستوي عمره 9 أشهر الام توصل لها مسج ان لو سمحتي سيري اعمل لي هالاستبيان. ممتاز، وهالاستبيان يكتشف إذا كان طفل عنده أي إعاقة نمائية ولا لا. في العالم يعني الإعاقة النمائية موجود عالميا 15%، يعني كل طفل بين كل 6 أطفال واحد طفل ممكن عنده. صحيح.
صحيح. وهيتك هالاستبيان ان احنا نكتشف اسرع، تعرفين كل ما احنا اكتشفنا اسرع كل ما عالجناهم اسرع، وكل ما outcome is good، يعني مثلا التأثير بعدين في حق الام والطفل والعائلة يكون افضل، يكون وايد افضل دكتورة. صحيح، خاصة يعني إذا من 9 شهور الواحد انتبه أن في تأخر نمائي أو نموي للطفل نفسه والدارك من البداية، يعني حتى نتيجة هالتدارك والعلاج تكون وايد أحسن من أن إذا تأخر الطفل لفترات أطول، يعني بعد السنة تقريبا. صحيح صحيح، وهذا مجهود دكتورة تشكرون عليه. ونفس ما قلتي أنت، يعني بيكون برنامج براعم موجود في بالنسبة للدي اتش اي الابليكيشن اللي موجود عندنا، على اللي ينزله أي شخص يقدر ينزله ويحط المعلومات كذلك فيه، ويقدر يعني يتأكد من براعم بخصوص من 9 شهور، يقدر يعبي الأسئلة اللي موجودة أو الفورم، ومنها ينتبه إذا عند الطفل تأخر نمائي أو لا، وعلى أساسه يتواصل مع طبيبة. صحيح. وبعدين يعني يعني أي أب وأم إذا عندهم مثلا طفل مولود يتابع عندنا في هيئة الصحة، نعم، ممكن يملون الفورم، الله ينعم عليك، حتى لو مو من عندنا، مثلا ناس خارج الهيئة الصحة، بس كل حد ممكن يملي ويكتشف إذا في طفل سليم ولا لا، ويقدر يروح ويسأل. يعني مثلا في هيئة الصحة دكتور لو سمحت، احنا مثلا ربطنا في ربط بين هالفورمة مع السلامة الالكترونيك ميديكال ريكورد مالنا، نعم، الملف الطبي الالكتروني مال الطفل. زين، مثلا اذا الطفل جاء عندنا اليوم وامه مسويه اوريدي براعم في البيت، نعم، اول ما نفتح الملف، الله ينعم عليك بالخير، اول ما نفتح الملف نشوف ان دان وهل طبيعي ولا لا. الام حتى توصلها مسج تقول ان خلاص انت سويتي، شكرا، وطفلك سليم، فبنتابع معك بعد 3 شهور بنشوف مره ثانيه. وحتى الطفل اذا مو عندنا في هيئه الصحه، ممكن الاباء والامهات اذا حد منهم عندهم اطفال ومتابعون مكان ثاني، بعد يقدرون ينزلون هالبرنامج ويملون الفورم، وبعد يعرفون اذا طفلهم عنده اي مشكله او لا. ممتاز دكتورة، تحدثنا نحن عن خدمات التطعيم اللي متوفرة في وحدة صحة الطفل، وتحدثنا أن 13 نوع من التطعيم، فممكن تحدثينا أكثر عن أهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض وخاصة بالنسبة للأطفال؟ هي طبعا التطعيم هو، شوفي، التطعيم هو التحصين، أو يعني هو اللقاحات نسويه لحماية الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية، مثل ما يكون سببها بكتيريا أو فيروسات. واللقاحات عبارة عن مستخلصات تحتوي على ميكروبات بكتيريا أو فيروس ميتة أو مضاعفة. نعم. يعني إحنا لما الطفل يأخذ هاللقاحات بيكون عند إحنا في مخنا في شيء اسمه خلايا ذاكرة. نعم. لما نتعرض لأي مرض مثلاً، إذا مثلاً هذا الطفل ماخذ هالتطعيم، هالخلايا ذاكرة ينشط ويدافع عن الطفل. الطفل ما يطيبه. يعني زمان كان عندنا كل المستشفيات متروس أطفال فيهم إسهال، الله يعزك، زواء بسبة فيروس روتا، مستشفى ما كان في مكان الأسرة يعني. بس الحمد لله من يوم ما دخلنا الحين فيروس ما فيها الأمراض منتشرة في المستشفيات. فبعدين إحنا لها دور كبير صراحة التطعيمات في هالشيء. نعم. 13 مرض بالتطعيمات. أول شيء ما أدرن على الولادة يعطون، نعم، والالتهاب الكبد البائي، الله ينعم عليك. بعدين قلت لك احنا عندنا تطعيم في 6 أشياء، مثل يعني في مثلا جرعة ثانية لالتهاب الكبد البائي، في شلل الأطفال، في تخيل شلل الأطفال، طفل يكون مولود طبيعي ما عندي ولا شيء، بس لما تعرض لأي فيروس يكون خلاص ما يقدر يستخدم أطرافي أبدا، يستوي لهم شلل كل 4 أجزاء ريول وإيدي. فيعني صراحة تطعيمات وايد زينة. عندنا تطعيم نعطي ضد بكتيريا اسمه هيب، هيموفيلس إنفلونزا، هذا كان يسبب دائما للسحايا التهاب النخاع الشوكي عند الأطفال. الحمد لله الحين ما نشوف، الحمد لله. يعني هل دور التطعيم جدا كبير في هذه الحالات، خاصة في الحالات الأمراض اللي تكون يعني مستعصية أو اللي لها أضرار كبيرة ومضاعفات كثيرة كذلك للمرض، ما بس علاج المرض، مضاعفات المرض تكون كثيرة كبيرة، وخاصة الأطفال دكتورة، يعني جسمهم حساس وبسرعة يعني يلقطون هالعدوى يعني بسرعة
يعني، وبعد ما شاء الله عليهم يعني احتكاككم بالعالم الخارجي يعني يلعبون ما يراعون أشياء معينة، فهذا سهولة أنهم يعني يلقون هذه الأمراض بسهولة. دكتورة، حابين نتعرف على نسبة الأطفال الملتزمين بأخذ التطعيم. يعني إحنا مثلا الطفل اللي من أول زيارة يسجل عندنا في هيئة الصحة إحنا نتابعهم. نعم. هذين نسبتهم الحمد لله 94%، فما شاء الله يكونوا مغطاية ما شاء الله. عندنا سيستم إذا مثلا طفل ماية خلال أسبوع، مثلا موعده كان اليوم، نعم، ما سوى أسبوعين الله ينعم عليك، مر أسبوعين الطفل ماية نتصل بهم نذكرهم إن كان عندكم تطعيم، لو سمحتوا تفضلوا تعالوا، وحتى أطفال اللي مثلا ماية وفي موعدهم إذا يوم ثاني بنقبلهم على أساس يعني الطفل يستفيد من هذه الخدمة اللي موجودة لصالح الطفل. ممتاز. ودكتورة قبل ما ننهي لقائنا وياك، حابين تعطينا كلمة عامة توجهينها لأولياء الأمور وخاصة اللي عندهم أطفال؟ كنت أنا بقول للآباء والأمهات إن أطفالكم أمانة، حافظوا عليهم، اهتموا فيهم، يعني هالخدمات اللي دولة مغفرة مجانا استفيدوا منها، خلي الطفل يستفيد. يعني في أمهات ما يطعمون عيالهم للأسف، لو كان هالتطعيم مودين ما كنا نوفر. صحيح، التطعيم وايد مهم، مو بس احنا بس نحمي الطفل، نحمي المجتمع بكامل، ونحمي الطفل من يكون مثلا مريض، مثل ما استفدتي قبل شوي مضاعفات المرض. صحيح. مو بس المرض. صحيح. وبعدين التأخر، ما نبي الأم تقول يعني أمتي عندنا طفل عمر السنة وما قال بابا ولا ماما، ما يسأل يقول ليش طفلي ما تكلم، يقول لا زرايلي كان يتكلم يوم عمر 4 سنوات، أنا تكلمت متأخر، لا ليش ما في المجال للطفل المسكين لأخر. فلا إحنا نبدأ نسوي نبحث نسوي أشياء عشان نتأكد إن الطفل رايح في تراك سليم، يعني ندرك إذا عنده أي مشكلة ونعالج. صحيح. بدل ما يدخل مدرسة وبعدين تعرفين الطفل نفسية الطفل لما يدخل بالمجتمع كلهم غير عني. أكيد. ودور كذلك برنامج براعم دكتورة، يعني هو من 9 شهور، ذكرين من 9 شهور لأي سنة بيكون؟ لست سنوات، من 9 أشهر لست سنوات، وهذه فترة يقدر أي شخص يعني يطمن على أطفاله كذلك بخصوص التأخر النمائي لهم. دكتورة فاطمة العلماء، استشارية ورئيسة وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا، حياك الله حبيبتي. طبعا مستمعينا، تحدثنا عن خدمات وحدة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي، وتتعدد خدماتها وكثير صراحة، من فحص السمع وكذلك فحص حديثي الولادة، لعيادات الرضاعة الطبيعية، للتطعيمات، وهو يعني جزء كبير يعني ولا أهمية كبيرة كذلك بالنسبة للأطفال، وبخصوص رفع مستوى مناعتهم، وخاصة عند تعرضهم لأي يعني عدوى أو شيء، على الأقل يعني تكون عندهم تحصين ضد هذه الأمراض، وخاصة الخطيرة منها واللي لها مضاعفات كثيرة. وتحدثنا كذلك عن الكشف عن التأخر النمائي واللي هو موجود في برنامج براعم، واللي يندرج تحت برنامج هيئة الصحة في دبي اللي هو DHA. تقدرون تنزلونه على هواتفكم الذكية وتستفيدون من هذا التطبيق، لأن هذا التطبيق يحتوي على برامج براعم، ويحتوي كذلك على أشياء كثيرة تهمكم وتهم كذلك أي شخص يكون موجود يعني ويتابع في هيئة الصحة في دبي. مستمعينا، قبل ما أنهي حلقتنا لليوم، أذكركم بدمي لوطني لين الحين، لين 10 ديسمبر إن شاء الله، بعدها الحملات مستمرة. تقدرون تتأكدون من ناحية الحافلات اللي موجودة في أي مكان عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي، اللي هو الاتصال الموحد 803-42، وكذلك أو التوجه لمركز التبرع بالدم في مستشفى لطيفة من الساعة 7:30 الصبح إلى 7 مساء. مستمعينا، هذه كانت فقراتنا لليوم، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة في هذه
هذه الأجواء الماطرة، الله يجعلها أمطار خير وسعادة للجميع، واللي عنده دوامات الله يعطيكم كل عافية إن شاء الله، ومأجورين على هذا الشيء. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرة المري، وفي الإخراج نمر محمد، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد بصحة وسعادة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.